ضيف فريد أو ضيفة فريد على قناة أنفاس بريس هو مواطن أو مواطنة كنسولوه أو كنسولوها باش كتحلم أو باش كتحلمي. كل واحد والحلم ديالو، كل واحد باش كيحلم. تعرفوا الحلم ديال هاد السيد؟ أجيو معايا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا أشنو الحلم ديالك؟ الحلم ديالي، الحلم ديالي بسيط، هو نكتب شي قصيدة للكاظم الساهر. هو الحلم ديالي. تكتب لي شي؟ أنت كاتب؟ كاتب كلمات بغيت بوحدو اللي بوحدو اللي يوصل يوصل الصوت الكلمة وكيعطي الكلمة الحقة باللحن بالكلمة، ونتمنى يشوفني. كاظم الساهر انت من لي فان ديال كاظم الساهر؟ ان شاء الله. ولكن الحلم ديالك انتيا اشنو كتحلم في هاد الدنيا؟ هو الحلم ديالي هو هذا، تما كتهضر حلم يكتب يغني لك القيصر. الحلم ديالك تكتب قصيدة لكاظم الساهر. القيصر، القيصر هذاك هو جزاك الله، راه القيصر تما ثم مالكم عايشين ترى كاظم الساهر هذاك راه أسطورة، أسطورة ما نعرفو حقو تي 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 تو فاتو ولقاو يكتبو عليه. وحافظ شي أغنية ديال كاظم الساهر؟ ماتت على محراب عينيك ابتهالاتي، واستسلمت لرياح اليأس راياتي، خانتك عيناك أم غرك البروج وخدم. تقريبا كاع الكلمة كاع ما كاينش شي ديسك ديال كاظم الساهر وإلا كيكون طوب. مثلا دابا كاظم الساهر شاف هاد الفيديو، شنو تقول ليه؟ شنو الرسالة اللي نقول ليه؟ البداية المقطع برصيف الوداع واقف أودع، أدرك دموع تستعطف بالرجوع، مشارف الوداع بمنعطف الضياء، كشف الشوق حنين اندفاعي، وأن تتلقى مع وغادي تتلقى مع كاظم الساهر. وإن شاء الله هذا هو الحلم ديالك. وأنا قصيدة واحد معاه راه دخل الأرشيف ديالو راه شي حاجة عظيمة. أنت بغيت تكتب ليها قصيدة وحدة؟ وحدة. هذا هو الحلم ديالك. وحدة بارك، خلي كريم عرقي وخلي ديك الناس الواعرين. أنا سميتو هادي كاين شي حاجه واعر، ولكن هادي صافي. اشنو تقول لكاظم الساهر؟ كاظم الساهر التواصل ديالك واللحن ديالك والعطاء ديالك راه ما عمر ما يتمحى، والناس الشباب سميتو ذوقوا الكلمات اللي كان سميتو راه ولات ولات شي حاجه اللي جداد بحال ناقص التعابير مصطلحات داري صراحه شي خايبه، وكاين كيبقى المدرسه. وكاظم الساهر مدرسه لا مناقشة عليها. كاين مروان كاين وكاين وكاين قادم كيبقى هو الطب. حافظ هذيك ديال ونسيت دائي. ونسيت دائي حين جاء أدوي، من ذا الذي يقاوم نظرة السمراء، عاشت فؤادي والفؤاد ضمير. من من الحوار. إن شاء الله. تحياتي. قادم تحياتي. تحياتي.